للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، بعد تحية، السيد الرئيس دائما ما يؤكد أن وحدة الصف العربي من أقوى السبل والوسائل لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي، قراءتك لذلك في ضوء زيارة السيد الرئيس للبحرين ومن قبلها عمان؟ الجولة التي قام بها السيد الرئيس في الخليج وزار خلالها كل من سلطنة عمان والبحرين بتأتي في أعقاب ذروة لافتة للنظر في التنسيق والتعاون وتبادل وجهات النظر بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. فكما انتهت الجولة بزيارة البحرين، تتذكرين حضرتك أنه السيد الرئيس كان قد استقبل جلالة ملك البحرين في شرم الشيخ منذ 10 أيام. صحيح. وعقدت قمة بحرينية مصرية عقبتها قمة ثلاثية جمعت السيد الرئيس مع جلالة ملك الأردن وجلالة ملك البحرين، ثم كانت مصر استقبلت سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان، ثم عقبت هذه زيارة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، زيارة لسمو الأمير تميم أمير دولة قطر. فالعشر أيام الأخيرة حضرتك كانت ذروة في ترسيخ التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي بتترجم حرص القيادة المصرية وحرص مصر كدولة على التنسيق بصفة مستمرة مع الدول الخليجية انطلاقا من عقيدة استراتيجية مصرية أن مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ينتمون إلى فضاء استراتيجي واحد، وأن الأمن القومي لمصر والأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي كله لا يتجزأ. نعم. ودي حضرتك مفهوم دائما ما يركز عليه السيد الرئيس خلال حديثه عن التحديات، الأمنية التي صحيح. تواجه دول المشرق العربي ودول الخليج. من ناحية أخرى، هذه الزيارات وهذه المباحثات المكثفة على مستوى قمة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي هدفها الأساسي هو صياغة موقف عربي موحد إزاء جدول أعمال القمة العربية، القمة الخليجية العربية الأمريكية. نعم. التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في 16 يوليو المقبل بمشاركة من الرئيس الأمريكي جو بايدن. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية لديها الأجندة الخاصة بها ستطرحها على القادة والزعماء العرب، والزعماء العرب بدورهم لديهم أيضا أفكار سيطرحونها على الرئيس الأمريكي. نعم. حول رؤيتهم بشأن التحديات التي تواجه الأمة العربية وتحديدا منطقة الشرق الأوسط. معالي السفير، الرئيس السيسي وملك البحرين شهدا مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، برأيك ما هي أبرز المجالات الواعدة التي تنتظر التعاون بين مصر ومملكة البحرين؟ حضرتك يعني مصر مع البحرين ومع دول مجلس التعاون الخليجي الخمسة الأخرى ترتبط بموقف تعهدي يعني متقدم وبارز، والاتفاقيات بتمثل الإطار القانوني للتعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول الشقيقة. نعم. في المجال الاستثماري والاقتصادي والتجاري والتعليمي والثقافي، وفي بعض الأحيان في المجالات العسكرية والأمنية. بالنسبة للبحرين كما تعلمين حضرتك، الاستثمارات البحرينية في مصر وصلت إلى تقريبا 3 مليار دولار و200 مليون متوزعين على 216 مشروع، والتبادل التجاري حضرتك ارتفع هذا العام في النصف الأول من هذا العام تقريبا تضاعف عن نفس الفترة في العام الماضي. نعم. فالتعاون بين البلدين حضرتك يعني اعتقد مجالات في المجالات المصرفيه، مجالات الخدمات الماليه المصرفيه او الخدمات الماليه غير المصرفيه،
في مجال الرقمنه، في مجال الذكاء الصناعي. يعني حضرتك الافاق التعاون بين مصر والبحرين والدول الاخرى في مجلس التعاون الخليجي، افاق التعاون افكار رحبه للغايه. صحيح. ويعني وتاتي في توقيت بالغ الاهميه، يعني كل اوجه التعاون بين مصر ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي. اشكرك جزيل الشكر السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا على هذه المشاركه.